بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآية. إلهي بما سن ما أنت ومال بركي سن ومال سبتئة وحن جوغنا زيارتي سيدي حاجي يوسف حسن وزيارتي لحذني ستحات وحد أركيسان وذكري إلهي إذا كرينتي إذا كراتكي بأسكوكي مدهلكا إلهي سبحانه وتعالى يا ألقو حسيا وأنا وضدي وجدي سيدي حاجي يوسف حسن قفكي وحو عن جدي سيان أي دائم أنقنا يعني حقيقة ما دام لله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انفصل وانقضع. هرب سيدا لويري إلهي درتي أي أوقد ميني إلهي درتي أي دين توفي ديني إلهي درتي أي هبينك أسو جيدي إلهي درتي أي وحو بحيني ما أنت نواد أركي سان مردل كيذا إيو مقارن سادتك لن أذاكرين توحي سكوكي ماذين شيخين إني أدعين سيدي حاج يوسف حسن رضي الله عنه وحد قارك لين أي كم وضع هو سيدي شيخ علي حاج يوسف وحد أركي سان إلهي عمرجي سهينا داريو إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا عافمات تامين وإنوسيو سيدي علي حاج يوسف وحد واحد كو أركي سان مانتا إنو قاري سارين يهي مسلمين توحن إلهي درتي سان وقبرينا مسان كعصرينا إني أسو دعيان إلهي عافمات إنوسيو ولا لي الوحا حقيقة قفكي إلهي الدين تيسا سيد نبا أقو عمل فلا وددي نبي مرة إن إلهي سبحانه وتعالى حيا وميتا وإلهي حصيه إلهي نو إنوشاقي أولياء إلهي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة بويري لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة والأركيسان وبشارة إلهي سبحانه وتعالى رادكي أسوس ما يسيدي حاج يوسف أو إلا إمك السعودة ذاكرين تي ذاكرات كي إسكوكو إيمانيان وانا سنتكي لحذن إيا سدحات وحد مودا سنتك استزيارة سيدي حاج يوسف مركي لقبانا يوه كموت إنه ما أنت دين توكل المودة جميعا أو فوق ذرنا ولسك إيمانيا دروق ذرنا ولسك إيمانيا وحك لنا معهن لهم البشرى في الحياة الدنيا أي تطبيقنا يعني. لا تبديل لكلمات الله إلهي وحن كبرينا زيارة أن تذكر إنه إلهي سبحانه وتعالى سيسمى سعادة وقارسيه إن شاء الله تعالى وحن إلهي كبرينا إن إلهي سبحانه وتعالى ذنبينا وكرافه محايا لقاء الإقوان سبب الغفران وهي dadka ixwaanka isku iimaanayo ilaahay dunuubta ayuu ku dhaafaa aan saaxul walaayadka ayaa halka jooga aniga xarogoodi baan ahay ilaahay waxaan ka baraynaa ducadooda inuu dhawaafajiyo insha Allah ta'ala halka waxa garabkayga aan midig fadhiya sayidiya Sheikh Ali Haaji Yusuf garabkayga bidana waxa taagan aan Sheikh Ali Amin Sayid Ahmed Haaji Yusuf dhamaantood waxaan ka baraynaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ducadooda inuu nasiyo halka iminka waxa ka soo duceeyay sidoo kale سيدي شيخ عبد السلام حاجي يوسف إلهي وحن كبرينا دعاءه إنه إلهي نو أقبله ثمارته إلهي نو دليه زيارة زيارة حاد إلهي نو قدقه إلهي وحن كبرينا موافقة إنه إلهي نصيه مسلمين تعام أهان إلهي إنه نبت قليه وصيه أيان إلهي سبحانه وتعالى وقبرينا أنا أقول الله يا مجا عرير حاجي يوسف يا متك أن قلها سرع علماء الصومالية وحن لا هي لما أهل الدرق إلهي نو زياديه إلهي إنو زيادي وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.